السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. إيران تلك الدولة التي يعيش على أرضها أطياف متعددة من الشعوب المختلفة، حيث تمثل الشعوب غير الفارسية أكثر من 50% من عدد سكانها، فيما يمثل الفرس النسبة الباقية منها. يحكمها نظام ديكتاتوري يقوم على الإثنية والعنصرية المذهبية في حكمه لهذه البلاد، حيث تواجه الشعوب غير الفارسية أنواعا شتى من التهميش والاحتقار والحرمان من حق التمثيل السياسي، أو حتى على الأقل العيش بحرية تضمن حياة كريمة لهذه الشعوب. وهذا القمع وهذا التهميش من النظام الإيراني التابع للمرشد الأعلى في إيران ساهم في تنامي المعارضة الإيرانية التي تمثلها مكونات مهمة من النسيج الإيراني، والتي أصبحت تنادي بإسقاط النظام الإيراني، وهذا ما جعل إيران تعيش غليانا من الداخل ينبئ بانهيار وشيك لنظام الملالي ومرشده الأعلى. صقور المحافظين داخل البيت الإيراني الحاكم ممثلا بالمقربين من الولي الفقيه على مفاتيح الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وحملة تكميم الأفواه تارة والاعتقالات والتصفية الجسدية تارة أخرى ضد رموز المعارضة والإصلاح في إيران، جعلت الصراع الداخلي فيها يتصاعد بشكل كبير ويظهر إلى العلن على شكل احتجاجات طلابية في عدة جامعات إيرانية منددة بفرض الإجراءات الأمنية داخل الحرم الجامعي واستشراء الفساد المالي في مؤسسات الدولة والسياسات المالية الخاطئة. هذه ليست المرة الأولى التي نسمع عن وجود احتجاجات في إيران بسبب الفساد، خاصة وأن الجميع يعلم بأن الوضع الاقتصادي في إيران هو وضع متردي والمستوى المعاشي متردي جدا. خرجت تظاهرات قبل فترة وتم قمعها، واليوم نسمع عن تظاهرات في الجامعات وأماكن أخرى أيضا يتم قمعها بشكل أو آخر من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، على ما يبدو أن إيران بدأت تعيش فترة من محاولة شعبية للتغيير، ربما تغيير النظام بشكل أو آخر للوصول إلى مستوى معاشي أفضل، خاصة بعد أن علمت الجميع بأنهم يجب أن يقوموا بتغيير. احتجاجات قوبلت بقمع أمني لم يكن الأول وربما لن يكون الأخير في ظل تكرار سيناريو مشاهد الاعتقالات التي تطال الجموع المحتجة لأسباب شتى، جعلت الحراك الشعبي في الداخل الإيراني يصبح أكثر نشاطا معززا بمد جسور التواصل مع التحركات الفاعلة للمعارضة الإيرانية في الخارج، خصوصا منظمة مجاهدي خلق في الخارج. تكوين ترتيبة إقليمية تقف أمام التوجه أو التوسع الإيراني، وهذا الوقف وهذا الموقف للأسف الشديد أخذ طابعا طائفيا، لذلك نرجو أن لا يكون هذا التجمع هو جزء الميداني أو الهيكل العملي لهذه الرؤية، ليكون هذا التجمع مضاد لتوجهات إيرانية التي هي أيضا محل استهجان من أي عراقي، والتي باتت دعواتها في تصحيح المسار الإيراني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أكثر تأثيرا وواقعية لدى المتلقي الإيراني في الداخل، في ظل اتساع كرة نار الغضب الشعبي المتدحرجة بوجه النظام الحاكم في طهران. ناغم التميمي، قناة السعودية. من جديد في ما وراء الحدث، وهذه الحلقة عنوانها إيران غليان من الداخل. يسعدني أن يكون معي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو الدكتورة أمل الهزاني، الأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط، أهلا بك. وسينضم إلينا لاحقا عبر الأقمار من واشنطن الأستاذ حسن هاشميان، أكاديمي ومحلل سياسي ومختص بالشأن الإيراني. أبدأ معك دكتورة أمل حول
من أجل أن ننطلق للحديث حول طبيعة المعارضة الإيرانية وكيف تنامت في الفترة الأخيرة، لابد أن نتحدث عن مكونات الشعب الإيراني، هذه الشعوب الإيرانية مما تكون وما هي الروابط التي تربط بينها. نعرف أن هناك العديد من الأعراق والمذاهب داخل إيران، لأن هناك من ينظر إلى إيران من الخارج وطريقة الحكم يعتقد أنها فقط للفرس، ولكن هناك أعراق أخرى داخل إيران. نعم صحيح. أولا يعني إذا كنا نحكي عن المعارضة أو لنقل مهددات النظام الإيراني الحالي، أنا في رأيي الشخصي أنه أكبر مهدد للنظام الموجود حاليا ليست الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا حتى دول الخليج. أنا أعتقد أن الأقليات بمجموعها اللي داخل إيران تشكل أكبر تهديد، حتى النظام الإيراني يعلم ذلك. يعني على سبيل المثال الأذريين اللي يعيشون شمال إيران يشكلون 25%، يعني ربع سكان إيران، تعدادهم 30 مليون نسمة، ويدينون بالولاء لأذربيجان دولتهم في الشمال. الأكراد يعني ما زالت تطلعاتهم كبيرة للاستقلال، وهم موجودين أيضا في غرب إيران، إضافة للعرب الأحواز طبعا على ضفاف الخليج العربي، إضافة إلى البلوش والتركمان. كل هؤلاء لديهم حسابات مع النظام الحالي. كم يشكلون هذه تشكل على مستوى السكان فيها. على مستوى السكان شكل أكثر من 50%، بمعنى آخر أن الفرس المتبقيين هم يشكلون أقل، يعني بمجموع الأقلية يعتبرون أكثر من الفرس، يعني هم أكثر سكان إيران. هؤلاء يشكلون كلهم اليوم معارضة، يعني ويشعرون أنه ينتظرون الفرص أو الدعم من أي جهة كانت، سواء يعني غربية أو شرق أوسطية للتحرك. العرب الأحواز ليس وحدهم مثل ما يعتقد الناس أنه العرب الأحواز فقط هم القوة اللي موجودة. الأذريين في رأيي أكثر قوة، أكثر تعداد، أيضا يعني يحتلون مساحة شاسعة، وبينهم وبين النظام الإيراني صراع تاريخي، لأنه الأذريين في شمال إيران يعتقدون هذه أرضهم وأن إيران احتلتها، إضافة لخصوماتهم طبعا على حقول النفط في بحر قزوين. كردستان نفس الموضوع، لديها تطلعات للاستقلال وتخشى، يعني اليوم إيران بعد الاستفتاء على استقلال كردستان حشدت عسكريا على الحدود، قد يكون جدار يحول بينها وبين تحركها الحر داخل العراق، وأيضا يحد من مبدأ الولاية الفقيه في الأساس، وهو التوسع وتكوين الهلال الشيعي. إضافة طبعا للعرب الأحواز اللي تعتقد إيران أو النظام الإيراني أنه العرب يدعمهم. فالأقليات هذه تشكل تهديد كبير للداخل الإيراني أكثر من أي تهديد قد يكون خارجي. نعم. طيب أنقل الحديث الأستاذ حسن هاشميان، الأكاديمي والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني من واشنطن. أستاذ حسن، مثل هذا التعدد في الأعراق والمذاهب داخل إيران كيف يتم احتوائه؟ هل هو من خلال إعطاء الفرصة لهذه الشعوب للتعبير عن نفسها من خلال التمثيل السياسي داخل إيران، أم يتم حكمها بالحديد والنار كما يحصل الآن في من خلال الحكم الموجود حاليا في إيران؟ أعود لك دكتورة بنفس السؤال. الآن ذكرتي أن هناك ما يمثل أكثر من 50% من الشعب الإيراني، ولكنها أقليات الآن بدأت تتحد، بعضها في معارضات أصبحت ظاهرة على السطح في الفترة الأخيرة، ولها صوت إعلامي قوي وتمثيل قوي في الخارج. لكن بالنسبة للداخل كيف تعيش هذه الشعوب؟ هل هي على وفاق مع النظام الإيراني؟ هل هي بالقوة ومحاولة طمس الهوية يحاول النظام الإيراني أن يفرض سيطرته عليها، أم كيف هو الوضع هناك؟ النظام الإيراني منذ قيامه أصلا حتى يحافظ على يعني المكون اللي بناه خلال هذه العقود، أذانه وعيونه موجودة في الجامعات وفي المؤسسات الحكومية وفي كل مكان. طبعا في مراقبة شديدة لرموز المعارضة، حتى رموز المعارضة الإصلاحيين اللي ينتمون لنفس النظام من الإصلاحيين
تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي وموسوي منذ 2009 و2011 وحتى اليوم. الناس الآن محتجين أو يشعرون بالقلق، أولا لأنه عاشوا فترة طويلة حتى من الفرس أنفسهم، هناك من هو ضد النظام القائم حاليا لأنه تعرض لفترة من العقوبات الاقتصادية أثرت على معيشته، أصبح في فجوة كبيرة جدا ما بين طبقة من الأثرياء ينتمون للحرس الثوري وفقراء، يعني فقر يعني يكاد يكون غير يعني حد الكفاف، فأصبح هذه الفجوة كبيرة، ويخشون الآن مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي تهدد بعقوبات أنه يعودون إلى عصر ما قبل الاتفاق النووي، يتعرضون لعقوبات اقتصادية كبيرة. وبالفعل هناك شركات الآن توقفت، بالذات الشركات المتعلقة بالنفط والطائرات وغيره، متخوفة أنه يفرض عليها يعني الإدارة الأمريكية منع التعامل مع الدولة الإيرانية، فأصبح هناك قلق لدى المستثمر أو التاجر أو رأس المال من الدخول إلى إيران مرة أخرى في ظل هذه التهديدات. هذا ما جعل الناس الفترة هذه تظهر للشارع. أيضا الثورة على هناك الكثير من الثروات الطبيعية على أراضي هذه الأقليات الإيرانية، ولكنهم لا يستفيدون منها على أرض الواقع، فهل هذه أيضا تعتبر من المشاكل التي ممكن أن تدفع بهم إلى الثورة ضد النظام؟ هناك مشكلة كبيرة في النظام الإيراني، وهي تعتبر قوة للنظام لكنها في نفس الوقت يعني بالنسبة للشعب الإيراني يراها بالنسبة له كارثة يعني يومية يعيشها يوميا. الحرس الثوري ككيان عسكري ليس مثل أي كيان عسكري، بل هو شركة اقتصادية كبيرة جدا. الحرس الثوري مستولي على اقتصاد الدولة، وهو يمثل النظام ويعني مرجعيته الأولى والأخيرة هي المرشد. فالحرس الثوري أدى يعني هيمنته على الناحية الاقتصادية وعلى الشركات وعلى كل القطاعات، أدت برأس المال للمواطن الإيراني إلى الهجرة خارج إيران حتى يستطيع أنه ينمي نفسه أو يستثمر. هناك هيمنة، وهذه طبعا نقطة أعطت قوة للحرس الثوري اقتصاديا إضافة للقوة العسكرية. طيب الآن مرة أخرى أعود لضيفي من واشنطن، أتمنى يكون الصوت انحلت مشكلتها الآن، الأستاذ حسن هاشميان الأكاديمي والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. أهلا أستاذ حسن. أهلا مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ حسن. طبعا نتحدث بداية عن مكونات الشعب الإيراني، وذكر ضيفتي هنا في الأستوديو الدكتورة أمل كيف أن هناك أعراق متعددة وشعوب وتعتبر أقليات إذا حسبت لوحدها، ولكن في حالة النظر لها كنسيج واحد فهي تشكل أكثر من 50% من الشعب الإيراني. هذه الاختلافات العرقية داخل إيران والتعامل القاسي من النظام الإيراني تجاه هذه الشعوب، هل يشكل اتجاه جديد داخل إيران؟ هل يشكل خطرا على النظام الإيراني؟ لأن نشاهد أن المعارضة بدأت تظهر صوتها العلني، وبدأ الجميع يتحدث عن وجود معارضة قوية داخل وخارج إيران. نعم، أنا أعتقد القوميات المختلفة هي فرصة لوصول إلى ديمقراطية وحرية في إيران وليس خطرا على إيران، وأنا أعتقد أن ما تفضلته الأستاذة أمل 100% صحيح. هناك قوميات عدة يعني تعتبر نصف المجتمع الإيراني هو من القوميات الغير فارسية، وهذه القوميات منذ 39 عاما أعطت الفرصة إلى نظام الولي الفقيه كي يصلح نفسه، أعطته فرصات كثيرة في الانتخابات المتعددة، وأيضا الثورة الإيرانية هي قامت من أجل الديمقراطية والعدالة، وهذه القوميات شاركت بنسبة كبيرة في هذه الثورة. لذلك هذا النظام الإيراني هو الذي يتخذ خطوات
ضد هذه القوميات، يفرض أجندة بعيدة عن المخطط أو الأهداف التي قامت بها الثورة، بعيدة عن المعايشة السلمية بين مجموعة الأقوام، يفرض أجندة قمعية ضد الديمقراطية والتوسعية في المنطقة. وفي نفس الوقت هذا النظام الآن يعيش 4 مفارقات كبيرة. المفارقة الأولى هي تتعلق بأن نظام الولي الفقيه وبعد 39 عاما يعني أصبح فاقد الكفاءة والفعالية لحل المشاكل الإيرانية. هناك شتى المشاكل موجودة، مشاكل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية. هذا النظام فاقد الخبرة اللازمة، فاقد الفعالية اللازمة، وفاقد الكفاءة اللازمة لحل هذه المشاكل من خلال 39 عام تجربة حكم الولي الفقيه. النقطة الثانية والمفارقة الثانية، هناك يعني تناحر بين الأجنحة السياسية الحاكمة. هناك ما يسمون نفسهم إصلاحيون، وهناك متشددين، وهناك عصابات مختلفة في هذا النظام، يعني لم تعطي الأولوية إلى مثلا مطالب الشعب الإيراني، تعطي أولوية إلى التنمية الإنسانية والاقتصادية، أو تعطي أولوية إلى التعامل السلمي مع الجيران، مع المملكة العربية السعودية، مع دولة الإمارات وباقي الجيران. بل هذه التناحرات بين الأجنحة تعطي أولوية إلى المصالح الفوئوية والمصالح الموجودة لهذه العصابات الحاكمة. نعم. النقطة الثالثة، هناك مفارقة جدا كبيرة بين نعم. بالنسبة لهذه الفئات وهذه الأقليات التي تعيش في إيران أو ما تسمى بالشعوب الإيرانية، من خلال متابعتك للشأن الإيراني أستاذ حسن، يعني هل بطبيعة هذه الشعوب أنها ممكن أن تستمر في ظل هذا القمع وهذا السلب لحرياتها من قبل النظام الإيراني، أم هناك تجاوب في الداخل مع نداء المعارضة والشخصيات البارزة في المعارضة الإيرانية التي أغلبها لا يستطيع أن يتحدث إلا من خارج إيران؟ الوضع الحالي في إيران لا يقول ذلك، يعني لا يقول أن نظام الولي الفقيه يستطيع أن يكبح الثورات المختلفة، الانتفاضات المختلفة، والتحركات والاحتجاجات الموجودة في الشارع إلى الأبد. طبعا النظام الولي الفقيه هو مبتني على السجون والتعذيب والإعدامات، ومبتني على الغم، ولكن هذه السياسة الأمنية لا يمكن أن تستمر إلى سنوات طويلة. لذلك الآن نشهد في الشارع الإيراني، هناك كانت احتجاجات طلابية، كانت احتجاجات عمالية، احتجاجات في القوميات المختلفة الإيرانية، احتجاجات نسائية، وأيضا رأينا هناك يعني مفارقة كبيرة بين ما يطلبه النظام الولي الفقيه وبين ما يتحرك الشارع الإيراني. لذلك هذه التحركات الموجودة والحية الآن في داخل إيران وفي الشارع الإيراني، هذه ستتصاعد بتقديري أنا، هذه ستصل إلى نقطة جدا مهمة، تصل إلى انتفاضة جدا كبيرة في الشارع الإيراني، خاصة عندما الشعب الإيراني يفقد أمله بأن هناك لا تغيير ولا إصلاح من داخل النظام. لأن مع الأسف سياسة أوباما في المرحلة الماضية بشكل ما أعطت أمل بأن هذا النظام يمكن إصلاحه، يمكن إصلاح سياساته النووية، وبالتالي يمكن إصلاح سياساته الداخلية في إيران، وأيضا سياساته في الإقليم. ولكن الآن وضح بأن هذا النظام الولي الفقيه لديه سياسة واحدة، القمع في الداخل والتوسع في المنطقة. لذلك نعم، واضح. لا يمكن إصلاحه. الشعب الإيراني الآن فقد أمله، وفقدان هذا الأمل يعطي دفعة جديدة للتحرك الشارع ضد نظام الولي الفقيه. تصل هذه التحركات إلى انتفاضة أو ثورة جديدة في إيران. نعم. طيب دكتورة أمل، لماذا يتعامل النظام الإيراني مع شعبه ومع هذه الفئات بالتحديد
بهذه الطريقة، هل هذا الأسلوب نابع من عنصرية مذهبية أم هي عنصرية عرقية، أم هو خوف من شيء ما قد يحدث من خلال هذه الأقليات في الشعب الإيراني؟ لا، هذه مبادئ الثورة الخمينية، يعني منذ البداية، منذ اندلاعها في عام 79 لديها أسس، لديها مبادئ. وغير صحيح أن لديها يعني صراعات مذهبية، يعني الأذريين في أذربيجان معظمهم شيعة، لك في عداء بينهم مثل ما ذكرت، عداء تاريخي بينهم. مشكلتها مع الأكراد ليس لأنهم سنة، أيضا يعني حتى مع بقية الأقليات. مشكلة النظام أو يعني ولاية الفقيه أنه لديه مبادئ محددة توسعية، يريد أن يتحول إلى إمبراطورية، يشعر أن المنطقة يعني فيها، خاصة الآن أو تحديدا بعد 2011، فيها من الضعف ويعني تشرذم ما يعطيها الفرصة أنها تتمدد. فهذا اسلوبه وهذه طريقتها. يمكن يكون في يعني فرصه للحديث لاحقا عن النشاط يعني النظام الايراني خارج ايران. نعم. لكن على الاساس الاول انه اساس مذهبي، لم يعني اقتنع يوم من الايام ان صراعات ايران خارجها او داخلها كانت على اساس مذهبي، كون انه مذهب شيعي على الاطلاق. كانت عنصريه اغلبها قوميه الفارسيه بالدرجه الاولى، واطماع في المنطقه، هذا ما قامت عليه في الاساس الثوره. طيب، اسمح لي ضيفي الكريمين وايضا مشاهدينا ان نتابع هذا التقرير ايضا حول موضوعنا في هذه الحلقه، ثم نعود للنقاش حوله. سياسة الأذرع الطويلة والتمدد بهدوء وفق مبدأ تصدير الثورة باتت وجها واضحا ومعروفا محليا ودوليا وإقليميا لإرهاب إيران المزعزع لاستقرار دول المنطقة، وبات العلم يستشعر خطرها. إرهاب لم تسلم منه دولة عربية من اليمن، حيث الدعم اللامحدود لعصابات الحوثي مرورا بحزب الله في لبنان ووصولا إلى نفوذ الحرس الثوري في سوريا والعراق، ودعم أعمال التخريب داخل دول الخليج العربي خصوصا في مملكة البحرين. دوليا وأقليميا كل العالم يعرف أنه إيران عندها تدخل في أكثر دول العالم، هاي من خلال تقاريرهم ووضعهم. احنا بالعراق ما نسمح للتدخل بالشأن العراقي مهما كانت الظروف، لا من الشرق ولا من الغرب. ولكن مو غلط ان تقيم علاقات متوازنة على اساس القانون الدولي، وهو احترام سيادة البلدان وعدم التدخل بالشأن الداخلي. احنا ما نستطيع ان نغير التاريخ والجغرافيا، ولكن التدخل بالشأن العراقي مضر، وكذلك التدخل بالشأن العربي. هذه الأذرع ذات المخالب التخريبية جعلت نظام طهران أمام خيارين لا ثالث لهما. بعد انقضاء أيام العسل التي شهدها النظام إبان فترة ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأول، وهو الأقرب بحسب المتابعين الانهيار المحتوم. أما الثاني فهو الصمود بوجه معارضي الداخل وضغوط المجتمع الدولي، وهو خيار لا يكون سهلاً، وانعكاساته ستكون سلبية على شعوب المنطقة إذا ما حاولت طهران تحريك أذرعها المسلحة في جبهات مناوراتها المتقدمة لدرء الخطر عنها. حقيقة لا نستطيع أن ننفي بأن الدور الإيراني كان وما زال موجود في الساحة السياسية العراقية، وأنا أقول أنه اللاعب الأقوى في المشهد السياسي التنفيذي التشريعي والاجتماعي، وهذا ما تعرض له العراق عندما ابتعد عن الدول العربية، وكذلك تراجع الدور الأمريكي في السنوات الماضية. اليوم الدور الإيراني هو الأقوى، ولكن نحن كشعب وكمراقبين سياسيين لا نسمح بأي تدخل سواء كان إسلامي أقليمي أو دولي في الشأن العراقي، وخصوصا عندما بعض الدول تحاول أن تقسم العراق مجتمعيا سياسيا. وهي مناورة لن تنفع طهران كثيرا بحسب المتابعين، خصوصا في ظل تصاعد السخط الشعبي في الداخل الإيراني،
الناجم عن سياسة نظام ولاية الفقيه الخمعية ضد الأقليات والحركات الشبابية المطالبة بسياسات اقتصادية إصلاحية تقضي على حالة البطالة والكساد المتفشية داخل المجتمع الإيراني. ناغم التميمي، قناة السعودية. أهلا بكم من جديد، وأبدأ مع ضيفي من واشنطن الأستاذ حسن. لو تحدثنا عن مشاريع النظام الإيراني وممارساته السياسية، قبلها أود أن نتحدث عن طبيعة هذا النظام. من يحكم إيران بالضبط؟ بالتحديد من هو المرجعية السياسية في إيران؟ اللي يحكم إيران هو علي خامنئي ومجموعات الحرس والبسيج التابعة له ورجاله في المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية والدولة. والواجهة لهذا النظام هو حسن روحاني. حسن روحاني هو يأتي من ضمن تلميع صورة الولي الفقيه في الداخل والخارج، خارج إيران. يأتي من يعطي شعارات شعبية، يقطع وعود إلى الشعب الإيراني في إصلاحات عدة، تحسين الوضع الاقتصادي، إعطاء الحريات الاجتماعية والسياسية، تحسين الوضع في الجامعات وما شابه ذلك. ولكن عندما ينجح ويفوز في الانتخابات ينسى كل هذه الشعارات وهذه الوعود التي قطعها مع الشعب الإيراني. الآن مثلا انظروا إلى حسن روحاني، لا يحق له تقديم وزير التعليم العالي. قدم الوزارة قبل مدة ولكن وزير التعليم العالي كان غائب. لماذا؟ لأن علي خامنئي لا يقبل المرشح المقدم من قبل حسن روحاني. علي خامنئي يريد سياسة قمعية، سياسة بوليسية في الجامعات الإيرانية، لأن علي خامنئي يعرف جيدا ما هو الخطر الذي يأتي من قبل الطلاب والحركة الطلابية. لذلك بعد فترة وبعد غياب الوزير، وزير التعليم العالي من الوزارة، حسن روحاني قدم 20 مرشح قدمهم حتى علي خامنئي يقبل بواحد من هؤلاء، ولكن علي خامنئي رفض كل هؤلاء. الآن منصور غلامي الذي قبل يومين أصبح وزير التعليم العالي هو المرشح 21 الذي قبله علي خامنئي. منصور غلامي كان رئيس جامعة أبو علي سينا في مدينة همدان. ومن أجل أن تعرفون هذا الشخص، أحد القوانين اللي وضعها في جامعة أبو علي في همدان هو قال أن كل طالب الذي يرفض الإطاعة من الولي الفقيه يعتبر مرتد. يعني هذا الشخص بهذه النظرة السياسية يصبح وزير التعليم العالي في إيران. نعم. وهناك طيب. مطالبات قوية من الطلاب، يعني كانوا يطلبون من حسن روحاني ومن خلال الانتخابات بتحسين وضع الجامعة، مثلا إخراج طيب. منظمات الحرس والبسيج. نعم. والمؤسسات الحرس والبسيج من الجامعات. دكتورة أمل، إذن المرجعية العليا ومن يتصرف في الشؤون السياسية الاقتصادية الداخل والخارج هو المرشد الأعلى، ولكننا نشاهد هناك انتخابات وتصويت. هل هي فقط لإظهار صورة أن هناك ديمقراطية في إيران ولكن الواقع مختلف؟ هو شخص واحد يتحكم بكل شيء؟ نعم، اسمح لي فقط يعني على عجالة أعلق على أستاذي حسن من واشنطن. روحاني او غير روحاني، يعني حتى من الأسوأ الى يعني افضل السيئين من الرؤساء في فتره الانتخابات، طبعا فتره اطلاق الوعود، كان وعد انه يعين وزير سني في الحكومه. فالسنه العرب السنه يعني عددهم حوالي 6 مليون قدموا اصواتهم له في الانتخابات، ويعني كانت مؤثره جدا في النتيجه، لكن طبعا لم يفي بوعد انه لانه لا يستطيع وعد من يعني لا يستطيع لمن لا يملك.
فاللي حصل أنه الوعود توالت، وعد أيضا أنه بيطلق الموسوي وكروبي قيادات المعارضة الإصلاحية من الإقامة الجبرية بعد أن يفوز بالانتخابات، ولم يستطيع أن ينفذ. أعطى وعود كثيرة جدا. أحد أسباب الاحتجاجات الموجودة الآن أن الناس تعتقد أن السلطة القضائية فاسدة، لأنها يعني حكمت عليهم بالإقامة الجبرية منذ 2009 و2011 بلا تحقيق حتى. فهذه من ضمن يعني طريقة كيف يعمل النظام الإيراني. لكن بالتأكيد كل الانتخابات هذه والأمور الشكلية بالنهاية كما حصل في عام 2009 انتخابات مزيفة، لأن مرشد الأعلى اختار أن يكون أحمد نجاد هو الرئيس، وهذا اللي حصل. قامت الثورة الخضراء وإلى انتخابات نتيجتها ماذا يريد المرشد الأعلى؟ ماذا يريد؟ طبعا بالتأكيد. نعم. طيب دكتور أستاذ حسن، يعني بالنسبة لهذه الممارسات على الصعيد الخارجي، عندما نرى أن إيران تحاول التمدد في كل جهة، تصرف غالبية ميزانيتها على مشاريعها التمددية خصوصا في المنطقة العربية، لماذا تسعى إلى هذا الشيء؟ وما هو أيضا تأثيره على الداخل الإيراني؟ يعني كل الاحتجاجات الموجودة الآن، مثلا ننظر إلى الاحتجاجات التي قام بها المعلمون أو العمال، هناك عمال لم يتلقوا رواتبهم أكثر من 7 أشهر. يعني هو أساسا راتب العامل في إيران ضعيف، لا يتجاوز $400، ولكن هذا $400 أيضا الآن لم يأتيهم. المعلمين كما نفس الحالة. لذلك كل هذه الأموال تأخذ من الشعب الإيراني وتصرف على الميليشيات الموجودة في المنطقة، ميليشيات مثل حسن نصر الله، مثل الحوثي، ميليشيات بشار الأسد، وأيضا نظام الدموي الحاكم في دمشق. لذلك الشعب الإيراني يعارض كل هذه السياسات التي لا تخدمه. هناك نواقص أساسية مثلا تحتاج إلى $400 مليون في موضوع التعليم، ولكن علي خامنئي يرفض إعطاء هذه الموارد المالية لقطاع التعليم ويرسل بهذه الأموال. وفقا إلى الإحصائيات الجديدة، حسن نصر الله يتلقى سنويا $830 مليون، وسابقا كان يتلقى $200 مليون. الآن ميزانية حسن نصر الله وصلت إلى $830 مليون، ولكن هناك لدينا قطاع التعليم في إيران قطاع ضعيف، قطاع مدمر، المعلمين يعانون من شتى المشاكل، الطلاب يعانون من شتى المشاكل، هناك نقصان في وفقا الى الاحصائيات التي تعلن من الوزاره، نقصان في هذا القطاع يحتاج الى $400 مليون، ولكن علي خامنئي يرفض اعطاء هذه الاموال الى المواطنين الايرانيين، ايضا لانها تذهب الى الميليشيات في الخارج، حصه كبيره من الاقتصاد. نعم. طيب وقتي يكاد ينتهي. دكتورة أمل، في الختام يعني بودي أن أتحدث عن المعارضة الإيرانية. نعرف أن هناك العديد من الأذرع للمعارضة، ربما بعضها يتفق وبعضها يعمل بمفرده. هناك المجلس الوطني للمقاومة، مجاهدين خلق، وأيضا أكثر من مؤتمر الشعوب في إيران الفيدرالية، وأكثر من جهة تعمل على إسقاط النظام الإيراني. هل بالفعل أصبحت هذه المعارضة ناضجة وقوية بالشكل الذي ممكن أن تكون أو تشكل بديلا عن النظام الإيراني وتقنع العالم حتى يسير في هذا الاتجاه؟ أنا أعتقد أن هذه الفترة من أكثر الفترات قوة للمعارضة وضعف للنظام مقارنة بالأزمنة السابقة. قد لا تكون يعني القوة التي تمكن من التغيير، لكن مقارنة بالأزمنة السابقة لأسباب كثيرة. أولها أن إيران مشغولة بالتوسع، والتوسع يستنزفها سواء كان يعني بشريا أو ماليا. النقطة أيضا المهمة، وهي نتيجة طبيعية لما ذكره الأستاذ حسن، أن العقول العلمية النيرة في إيران اضطرت للهجرة، لأنها لا تستطيع العيش في هذا يعني في هذه البيئة، لا البيئة العلمية ولا البيئة الاجتماعية ولا البيئة الثقافية. فكثير من هؤلاء أصبحوا جزء من معارضة الخارج.
السيدة مريم رجوي السيدة قديرة واستطاعت أنها تحشد رأي يعني مهم. كان مؤتمر في باريس قبل أشهر. صحيح. واجتمعت فيه الكثير من الفصائل المعارضة وأيضا الشخصيات البارزة بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية وحضور يعني شفناه على مستوى عالي. صحيح. هل هذا المؤتمر وأمثاله من المؤتمرات الأخرى ممكن أن تخرج بنتائج قوية؟ هي في الحقيقة تؤكد على ما يعرفه العالم. يعني التصريحات الأمريكية الأخيرة ليست جديدة، لكنها كونها تنطلق من إدارة أمريكية أو من رئيس أمريكي تكون لها وزن أو معنى، لكن ما تكررها المعارضة في الخارج أو في الداخل أو الإدارة الأمريكية أو دول الخليج الذين يعانون من النظام الإيراني ليس كلام جديد ولا مفاجآت ولا والأدلة يعني نستطيع أن تشير على الخريطة على أي دولة اللي ترى فيها يعني الوجود الإيراني أو تأثير السلبي الإيراني. أنا بودي أيضا أتحدث عن تغيير الإدارة الأمريكية، يعني نعرف أنه في إدارة أوباما حدث أن وجدت إيران نفسها تحظى بالكثير من الفرص، وبالتالي كانت نتائجها 4 عواصم عربية تقريبا أصبحت تحت سيطرة إيران، ولكن مع تغير الإدارة الأمريكية أصبحنا نجد هناك لهجة أخرى مختلفة ومباشرة تجاه إيران، مع أنها لم نرى حتى الآن يعني تطبيق عملي، ولكن ترامب يهدد بأن الاتفاقية ربما لن تستمر، الاتفاق النووي، يتحدث في أكثر مناسبة عن أن إيران تشكل خطرا على المنطقة وأيضا مصالح أمريكا في المنطقة. أنا شخصيا أعتقد أن الاتفاق النووي الأفضل أن لا يمس، لأنه حل لمشكلة محددة. المشكلة الأخرى أو العيب الذي كان في الاتفاق النووي أنه لم يكن يتناول الجوانب الأخرى التي يقوم فيها النظام من حيث المشاغبة يعني المناطقية في دول الخليج ودول العربية الأخرى. لكن ما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن التحدي هو الصواريخ الباليستية التي تحاول تطورها إيران، وبالمقابل الولايات المتحدة تفرض عليها عقوبات، وما زالت يعني وزارة الخزانة الأمريكية تدرس عقوبات إضافية، وهذا ما تخشاه الإدارة الآن، لذلك تحاول تتعرض لبارجات في مضيق هرمز، بارجات أمريكية. غير مرتاح النظام لفكرة عودة العقوبات مرة أخرى على النظام بسبب الصواريخ البالستية، ويعتقد أنها من حقه. فالإدارة الأمريكية عندها أكثر من خيار بعيد عن الاتفاق النووي، لأنه لا نريد أن ندخل مرة أخرى في هذه النقطة. صحيح أنه في وقت إدارة أوباما في مجال العقوبات أيضا، عقوبات اقتصادية في مجال العقوبات، لأن تطوير الصواريخ البالستية صدر في قرار مجلس الأمن برفضه تماما ومنع النظام الإيراني منه هي تطورها وتطلقها وتتسع في مداها. هل التدخل مستبعد في الفترة الحالية؟ التدخل الأمريكي؟ الأمريكي نعم. أنا أعتقد أنه ليس فقط يعني مستبعد، لكنه العقوبات الاقتصادية أجدى، لأنها وطبعا دعم المعارضة أيضا له تأثير كبير. النظام الخطورة عليه من الداخل وليس من الخارج. طيب، أشكرك دكتورة أمل الهزاني الأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. شكرا. أيضا شكرا لضيفي من واشنطن الأستاذ حسن هاشميان الأكاديمي والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج ما وراء الحدث، وكان حديثنا عن إيران وغليانها من الداخل. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.